مؤلمة كنودعوا فيها أحد الأهرامات الكبار ديال النضال ديال يكفي حنا في شبكة العدالة والتنمية نقولوا أنه الرئيس الأول اللي كان في شبكة العدالة والتنمية منذ تأسيسها. والحمد لله الحمد لله ما سمعنا عنه إلا خيرا، ما سمعنا عنه إلا ما يسر خلال مساره، وما سمعنا عن نحن لم نعاشره في بدايته، ولكن داكشي اللي شفناه في, 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 في الاواخر الحمد لله يبشر على ان خلال المسار ديالو كان 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 فعلا مسار ديال الانسان يتقي الله، ديال الانسان يناضل وفق مبادئ وفق مرجعيه واضحه. والدليل على ذلك المسار الذي رسمه والذي تحدث عنه الاخوان قبل قليل، هذا يؤكد فعلا على ان سي بوسلم ممالي من طينة الرجال الكبار الذي يجب ان يتعلم منهم الشباب الشيء الكثير.